جاء عندي قال لي اعطيني 20 درهم بقى عندي محل عامر بقى عندي الناس انا عامر نهار السبت عامر انا يلا بدينا الخدمه عامر انا قال لي اعطيني 20 درهم جات ما كي غوت كي عطيني 20 درهم بقى انت ودا 20 درهم انا خفت عليه يضرب لي معايا الكنيان يضرب لي شي واحد نولي في المشكله انا اللي نولي في راسي انا اللي في المشكله عطيت 20 درهم مشى ورجع ودخل المحل كي كيغوت ايوا لا حرايا يا ندير لي ايوا اللي هضر ندير لي ايوا انت اللي خرج انت واش ابو حسين سميتو ابو حسين كيتو ابو حسين حشومه دير لنا هذاك الشيء صاحبي حشومه حشومه كان عارفين كون سميتو ونغزني وقاب الموس داني وقاب الموس ضربني على القلب ديالي على القلب هو مشى ومشى مشى عند السي اخر اللي مفاص معايا حتى هو لقى في الحانوت بلعنا من الموس ضربه فراسو دار ليه تصعد الغرزه اللي دارها السيد خيط صافي انا طلعت في الطاكس طلعت في مع السيد في الطوموبيل داني خيطه ريكشي وجيت محلوله خيطه خويا شوف فيها شي ثلاثه الغرزات في القلب هنا في الجهه ديال القلب هنا جيت واليسر ديالي لا مازال باقي ما مشدوش كاع باقي ما مشدوش درت واحد الشكايه ديال الشكايه ديال الشكايه ديال ديال البوليس في المحكمه ودفعت الشكايه باقي ما عيطوش ليا باقي ما سمعتش مشيت لباحث طلعت عليه قال لي ودي باقي ما جاتش مشيت للكوميساري قال لي باقي ما جاتش هذيك الشكايه قال لي كتخرج معك كتخرج على 10 ايام صافي وجد يلا اليوم اللي خدام شي 10 ايام دابا ما خدامش عام مريح مريح كنطلب الله يجزي فيه على القحط كنطلب الله يشد فلان سول شوز مصمم خصيصا لصحتك فهو الأول من نوعه الذي يقوم بتدليك القدم أثناء الارتداء وكذلك العلاج المغناطيسي الذي يمثل أحدث العلاجات الصحية في الوقت الراهن لقد قمنا بإضافة نعت صحي اعتمادا على أحد علاجات القدم الشهيرة وهي ريفلكسولوجي سول أند سول شوز حذاء صحي باحتوائه على نعل التدليك وكعب يحتوي على مغناطيس صحي نعل طبي يمنع تقوس القدم تصميم يحتوي على ثقب لسهولة الارتداء خاصة لكبار السن وأيضا لمنع التعرق لا رائحة كريهة مقدمة الحذاء بزاوية منفرجة مع نعل مرتفع عن الأرض ذو قطعة واحدة نعل لتدليك يحتوي على 10 نقاط للتدليك وكأن هناك 10 أصابع تقوم بتدليك باطن القدم أثناء السير به وبالتالي تعزيز اللياقة البدنية عن طريق تسريع حركة الدم بالدورة الدموية فتساعد على تحسين جودة النوم لا يضغط على القدم مريح في الاستخدام بليونة تأخذ نفس شكل القدم مقدمة الحذاء بزاوية 85 درجة فتريح الأصابع بالتالي أثناء المشي توفر الجهد والانزلاق فهي ضد السقوط حصرياً على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ إعلان إشهار لسلع آلات مكينات تريد الترويج لها هل لديك دورة تدريبية ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك فتختار الزمن المنطقة المدة التي تناسبك نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج